ثم قال: فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. فلأجل هذا احتج بذلك من قال: إن الله هو الاسم الأعظم، فقالوا: الاسم الأعظم لله هو الله، لأنه يشتمل على جميع أوصاف التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا قول جماعة من القدماء كأبي حنيفة وابن منده رحمهما الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوالا أخرى في الاسم الأعظم، وهذه الأقوال قد ذكر الشوكاني وغيره أنها تبلغ 40 قولا، وصنف السيوطي وغيره رسالة مفردة فيها، عد فيها السيوطي 20 قولا، منها ما هو ظاهر الضعف لعدم قيام دليل صحيح عليه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى اختياره في الاسم الأعظم بقوله: والتحقيق أن الاسم الأعظم، إلى آخره. فالاسم الأعظم عند المصنف هو ما صرح به في مجموع الفوائد بكلام أفضل من كلامه هنا، فقال: الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره. كل اسم مفرد، أكتب هالفائدة، كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع الصفات الذاتية والفعلية، إذا دل على جميع الصفات الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات أو دل على جميع معاني الصفات. فهو يرى أن ما كان من الأسماء من هذا الجنس فهو اسم أعظم، فلذلك يرى أن الله اسم أعظم، والصمد اسم أعظم، والحي القيوم اسم أعظم. فالأول مفرد، الله اسم مفرد، والصمد اسم مفرد، والحي القيوم والحميد المجيد والكبير العظيم هذه أسماء مقرونة لكنها دالة على جميع صفات الذات والفعل لله، فتكون أيضا اسما أعظم لله سبحانه وتعالى. والصحيح أن الاسم الأعظم اسم جنس دال على جميع أسماء الله عز وجل، فكما أن أسماء الله كلها حسنى فكذلك أسماء الله كلها إيش؟ عظمى، وليست عظيمة، كلها عظمى، لأن أعظم مؤنثه عظمى، فكل أسماء الله سبحانه وتعالى عظمى. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة الواردة في الأحاديث التي أخبر بأن الداعي دعا فيها بالاسم الأعظم، وهي عدة أحاديث. فالصحيح أن الاسم الأعظم هو جنس يطلق على جميع أسماء الله عز وجل، فكما توصف أسماء الله جميعا بأنها حسنى كذلك توصف بأنها عظمى. وقد اختار هذا القول ابن جرير الطبري وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي: لله اسم أعظم معرف، لله اسم أعظم معرف، أسماؤه الحسنى به توصف. لله اسم أعظم معرف، أسماؤه الحسنى به توصف. فذا الذي تجتمع الأدلة في نصره واختاره الأجلة، في نصره واختاره الأجلة، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي. فالله اسم أعظم، والرحمن اسم أعظم، والكريم اسم أعظم، والمجيد اسم أعظم، والصمد اسم أعظم، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو موصوف بهذا الوصف. هذا أحد الإخوان يقول: ذكرتم التحقيق في مسألة اسم الله الأعظم، فما هو الصواب فيها؟ الجواب أن نقول أن الصواب في مسألة الاسم الأعظم كما تقدم بيانه غير مرة، أن اسم الله الأعظم لا يختص باسم من أسماء الله عز وجل دون غيره، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى كما توصف بالحسن
لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكذلك توصف كلها بالعظمة، ولا يوجد حديث صحيح على تعيين قول دون قول، بل قد صحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جملة من الأدعية بأنها اشتملت على الاسم الأعظم، مما يدل على أن الاسم الأعظم ليس اسما بعينه ولكن يقترن به معنى يوجب هذه العظمة، وهذا المعنى تارة يرجع إلى نفس الاسم وتارة يرجع إلى مناسبة حال الداعي لهذا الاسم. فمثلا عندما يدعو الإنسان في توبته فيدعو باسم التواب، يكون هذا الاسم هو الاسم الأعظم بالنسبة إلى سؤاله، فيقول يا تواب تب علي أو يا رحيم ارحمني. فإذا اجتمع مع هذا الاسم مناسبته للدعاء مع إقبال النفس على الله سبحانه وتعالى صار هذا الاسم هو الاسم الأعظم في حقه. وهذا القول هو اختيار العلامة ابن سعدي في مجموع الأوابد في اقتناص الفوائد، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة وتسلم من المعارضة.